أمين لإلهنا كل المجد إلى أبد الآبدين أمين وبدي كل اللي معن سعف نخل يرفعوها ممكن Children الأولاد الكل هذه علامة الابتهاج علامة الفرح أنه عندنا ملك عظيم ملكنا هو الملك العظيم ارفعوها عالياً مجدا لك يا رب امين دعونا نقرا من كلمه الرب نقرا من كلمه الرب من انجيل متى صح 21 بيقول الكتاب ولما قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا الى القريه التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطه وجحشا معها فحلاهما واتيان بهما وان قال لكما احد شيئا فقولا الرب محتاج اليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنه صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما، فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر ورفعوا هذه الأغصان أغصان وحملوها قدام الرب وفرشوا في الطريق والجميع الذين تقدموا والذين كانوا تبعوا كانوا يصرخون قائلين أصن لابن داود مبارك الآتي أصن في الأعالي ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصره الجليل ودخل يسوع الى هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفه وكراسي باعه الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص وتقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما راى رؤساء الكهنه والكتب العجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل ويقولون اصن لابن داود غضبوا وقالوا له اتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه الاطفال والرضع هيات تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينه الى بيت عنيا وبات هناك امين وليبارك لنا الرب هذه الكلمه المقدسه ولاسم الرب كل المجد الى ابد الابدين امين ويقول الكتاب ان هذا الدخول العظيم دخول الرب يسوع المسيح الى اورشليم هو دخول الافتتاح العظيم فجاء الرب يسوع المسيح ملك عظيم على اورشليم ودخل المدينه دخول الملك المنتصر دخل المدينه بانتصار وهنا نفرح جميعا ان ملكنا هو المنتصر مش هيّ ملكنا هو الملك العظيم هو الملك المنتصر هو القائد المنتصر هو القائد الجبار بما انه ملكنا هو المنتصر وبما أنه الملك العظيم ودائما الملك تتجمهر من حوله الشعوب وتتجمهر الجماهير من حول هذا الملك العظيم ولذلك اليوم أريد أن أوجه أنظارنا جميعا إلى دخول الملك العظيم إلى مدينة أورشليم والمجموعات المحيطة به إذن الملك جاي من حواليه مين اللي بيكون معه مين اللي مقربين مين الأعداء مين اللي كل هذه الأمور واليوم بدنا بس ننتبه لشوية مجموعات إلى مجموعات من الناس حول الرب يسوع المسيح في دخوله العظيم ودائما لما بنقول في ملك عظيم بيجي وأكثر شيء يحدث أن يكون عنده مقربين يعني الناس اللي حواليه هني أهم ناس عنده هن المحيطين به، هن اللي تبنوا قضيته، هن اللي مشوا معه. والمجموعه الاولى من هذه المجموعات هي مجموعه المقربين. ومجموعه المقربين هن كانوا مجموعه من المؤمنين، تلاميذ المسيح. التلاميذ وايضا من امن بالمسيح وتمسك بالايمان فهو جاء الان لكي يعلن ملك يسوع في دخوله الى مدينه اورشليم. وبيقول الكتاب انه الرب يسوع ارسل اثنين من تلاميذه وجابوا له اتان وبعدين التلاميذ مشوا وبيقول الكتاب ايضا هن بلشوا بالمبادره بلشوا يحطوا ثيابهم حطوا ثيابهم على الاتان وفرشوا ثيابهم قدامه وصاروا يرفعوا سعف النخل امام وبدات الناس والجماهير الاخرى يعني تبدا معهم وهنا يرينا انه هذه المجموعه هي اهم مجموعه صارت حول الرب يسوع المسيح هن المجموعه المقربين من الرب يسوع المسيح هني مجموعه التلاميذ والاشخاص المؤمنين ونحن اليوم لما بدنا نجي نفرح من يفرح اولا ب يعني دخول الرب وتمليك الرب من اكيد المؤمنين ومرات كثير يكون فرح الناس فرح تقليدي فرح الناس فرح ظاهري لكن فرح المؤمن هو فرح حقيقي وحين يملك الرب يسوع المسيح بيكون فرح هؤلاء المؤمنين يعني نابع من القلب ونحن اليوم لما نجي نهتف في هذه الذكرى نتذكر بفرح ماذا فعل الرب يسوع وعن دخوله وعن افتتاحه وطبعا هذا اليوم افتتاح المدينة هو دخول درب الصليب اي هذا الدرب يعده الان بالملكيه، اي انه الملك العظيم وهذا الملك الذي يستطيع ان يفدي المدينه ويفدي جميع الشعوب، وهو المخلص العظيم واسمه راح يكون اسم عظيم على الجميع، اذا المجموعه الاولى سميناها مجموعه المقربين. المجموعه الثانيه مجموعه المرحبين والفرحين. صحيح؟ وبيقول الكتاب ولاحظوا معي لمن آه لمن مشوا ودخلوا دخول الى اورشليم طبعا من بيت عنيا الى اورشليم ومن عند بيت فاجي من جبل الزيتون بدات الناس تلتف حواليهم شي؟ اول شيء بدات بمين؟ بالمقربين بالتلاميذ والاحبه والناس اللي كانوا حوالي يسوع وبدات الناس تنضم الهم والناس اللي انضموا لهم هؤلاء مجموعة من المرحبين والفرحين بدخول الملك العظيم إلى أورشليم. إذا المجموعة الثانية هي مجموعة الناس اللي انضمت إلى المؤمنين وكلهم رفعوا سعف النخل وبلشوا هؤلاء المرحبين يفعلون كما فعل التلاميذ. التلاميذ كان عدد قليل بالبداية لكن الآن بلشت التياب تكتر بالطريق. وصار كل الناس يرمي ثيابها في الطريق ويفرشوا الطريق بالثياب وايضا كلهم حاملين سعف النخل وكلهم عم يصرخوا وعم يزه يهتفوا بيقول الكتاب والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب وصلنا في الاعالي نحن مثل ما كنا نرنم اليوم وصلنا وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب اذا مجموعه المرحبين هن المجموعه اللي انضمت الى التلاميذ وبدا الهتاف يعلى وانا تخيلاتي تخيلاتي ما كان فيه ميكروفونات حتى تعلي الصوت في في القديم لكن لما مشوا على اكتاف الوادي والجبل والطريق اللي منحدر الى اورشليم من جبل الزيتون الى اورشليم هناك مجموعة كبيرة صارت تترنم بصوت عالي ومرتفع جدا لدرجة إلى أميال إلى أميال بعيدة سمع الهتاف وسمع الترحيب ويقول الكتاب قال ولم ارتجت المدينة كلها إذا هؤلاء المرحبين والمجموعة اللي بلشت تهتف بالملك العظيم انضموا إلى التلاميذ وبدا الهتاف العظيم وكان هتاف لدرجه خلى المدينه كلها تهتز من قوه الترحيب والابتهاج. وانا تخيلي انه ولا ملك في كل الكون، ولا ملك في كل الكون قدر يدخل الى مدينه بهذا النوع من الفرح والترحيب. هذا ملك حقيقي ولذلك يسميه الكتاب ملك الملوك ورب الارباب. والكائن على الكل إله مبارك إلى الأبد لهذا السبب لمن دخل دخل قلوب الناس واهتزت المدينة من الترحيب الحقيقي الترحيب في هذا الإله العظيم وهذا الإله المجيد اللي داخل المدينة إذا حلو اليوم نشوف أنه في مقربين في مرحبين ولكن المجموعة الثالثة كانت مجموعة المتسائلين والمترددين يعني عمي عمي عم 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 مين هذا مش هي واسمعوا شو بيقول الكتاب المدينة والناس اللي فيها صاروا يسألوا قائلة من هذا مش هي طبعا الناس عم تهتف بيطلع واحد بيقول طيب مين هذا اللي عم تهتفوا له بعده متردد مش مش يعني المترددين المشككين والجواب كان بسيط على قد السؤال لكن الجواب اعظم من هذا، اسمعوا شو قالوا لهم قالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل انت بتشك منو هذا؟ قالوا لهم بالاول هذا يسوع النبي يعني إن قلنا لكم الأرضيات ولستم تؤمنون كيف تؤمنون إن قلنا لكم السماويات مش هذا اللي قاله الرب يسوع لأني قديموس قال إذا خبرناكم بالأرضيات وبعد كان عم بتشكوا ومش قابلين الجموع قالت من هذا هدول المترددين المتسائلين يقولون من هذا الجموع اللي عم بيهتفوا قالوا إن هذا النبي من 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 من, من الناصره من الجليل هذا جاي يدخل مدينه اورشليم هذا النبي المقام من الله لكن هل تسال من هذا؟ قال يقول الكتاب واهتزت المدينه كلها قائله من هذا؟ هل تعلم من هذا؟ هذا عمانوئيل عم هذا هو الله الذي تجسد الله القدوس مالك السماء والارض اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس هذا هو الله المتجسد والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا هل تسال من هذا؟ هذا سيد الكون كله هذا الذي قال فكان امر فصار بكلمة وحدة منه صنع الخليقة كلها ليكن ليكن فكان تسألوا من هو هذا؟ هذا هو الله المتجسد هذا هو يسوع المخلص الآتي في جسم بشريتنا والناس المتسائلين بعد بيترددوا لحد اليوم وبيسألوا من هو يسوع؟ من هذا؟ بمين عم نحتفل اليوم؟ من هذا؟ هو رب الكون ونحن اليوم بنقول هو رب الخليقة والكتاب يقول الكائن على الكل إلها مبارك إلى الأبد. هل تعرف من هو يسوع؟ هل أقنعك الجواب إنه يسوع هذا هو النبي من ناصرة الجليل؟ والناس اليوم عم يترددوا مرات بيهتفوا، مرات فرحانين، مرات عم بيرحبوا ولكن مش عارفين بالضبط قدرة وعظمة هذا الاله العظيم. هذا هو ملك الملوك ورب ال... ويكون الكتاب قال له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب. هذا ملك ملوك الارض كلها هذا رب الارباب جميعا هذا هو الاله القدوس، هل تعرف من هذا؟ بعدك عم تتردد وانا بحيرني المترددين اليوم. بعدهم مش عارفين مين هو يسوع ومحتارين مين هو يسوع ومترددين إذن الثالث يعني المجموعه الثالثه هي مجموعه المترددين او المتسائلين المجموعه الرابعه هي مجموعه الباعه والصيارفه وهدول المجموعه يعني ما كانوا بيحبوا يسوع يدخل المدينه اطلاقا ولا بيحبوا يسوع يجي لانه تعطلت مصالحهم بسببه مش هي؟ بيقول الكتاب لما دخل يسوع للمدينة المدينه شو شاف؟ لما دخل الى اورشليم دخل الى هيكل الله شاف اللي عم بيبيعه واللي عم يشتروا واللي باعت الحمام واللي ببيع خواريف ببيع غنم ببيع ماشي وايضا اللي فيه كل واحد بالتجاره وهؤلاء الناس بيقول الكتاب طردهم يسوع جميعا من الهيكل، هدول تعطلت مصالحهم شو بتتخيلوا هدول رح يكونوا بحبوا ليسوع هدول هني عم بيعطلوا الايمان بيعطلوا الدين وانا بدي اقول لكم شغلي ما في ابشع من انه واحد يفكر بالدين للتجاره والربح في بيت الله وانا بعرف في الكنائس عامه كثير من الناس بيقول لك احسن محل ابيع فيه هو الكنيسه في في ناس كثير بتجي وهونيك بقدر ببيع وبشتري وبصير يفكر بالكنيسه ليس كبيت يعبد الله فيه لكن ليس بيت العباده بل بيت التجاره وهؤلاء التجار هؤلاء الباعه هؤلاء الصيارفه هم تعطلت مصالحهم بدخول يسوع لانه بيقول لهم بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص وانا بدي اقول لكم كل واحد يعني يعني عقليته من من هؤلاء الناس من الصيارفي والباعة وهيك شيء ما بيفكر بالإيمان ولا بيفكر بمجد المسيح ولا بيفكر بالملك القادم ولا بيهمه كل هذه الأمور ولا بيهمه اهتزاز المدينة كل ما يهمه نفسه ومصلحته الشخصية فمن هيك هؤلاء الناس تعطلت مصالحهم وحسوا أنه وجود يسوع يعني عطل شغلهم فمن هيك ما كان بدن إياه هذول كانوا من الرافضين ما بدهم يسوع المجموعه الخامسه هي كانت مجموعه المحتاجين مجموعه المحتاجين بعدد 14 بيقول وتقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم هاليلويا في ناس ينتظرون الشفاء في ناس محتاجين الى عمل الله محتاجين الى لمس من يد الرب محتاجين إلى كلمة من عند الرب، محتاجين إلى شفاء المحتاجين هم الذين لب يسوع طلبهم بالكامل، فشفاهم وأعطاهم كل مطلبهم وأنا بدي أقول لكم يسوع الذي دخل أورشليم هو دخول دخول الملك العظيم، وهذا الملك العظيم حين يأتي هو ينصف الناس الظالم يوقف ظلمه والتاجر بغير حق يوقف تجارته والمحتاج يسد اعوازه، هذا هو الملك الحقيقي وهذا هو ملكنا هذا هو يسوع وقف الناس اللي بتاجروا بدون حق واللي حولوا بيت الرب الى تجاره ولكن المحتاجين المرضى العمي والعرج وكل محتاج بيقول الكتاب قال تقدموا الى يسوع فشفاهم وهؤلاء المحتاجين نالوا البركه ونالوا الشفاء. اذا المجموعه الخامسه هي مجموعه المحتاجين، ودائما لمن بيكون في ملك حقيقي والملك الحقيقي ينصف المحتاجين، ينصفهم وبيقول لهم انه انتم طلباتكم يعني هي مستجابه واحتياجاتكم سالبيها جميعا. ولكن كان هناك مجموعه سادسه اسم مجموعة اللصوص الغاضبين مجموعة مين؟ اللصوص الغاضبين وبتتخيلوا مين هدول اللصوص الغاضبين؟ اللي كانوا كتير زعلانين متضايقين من اني الكهنه والكتبه ورجال الدين بقال لهم الكتاب انه انتم لصوص انتم اخذتوا شيء مش الكم و لهم بيقول ان هالكلمات لمن لمن قلب موائد الصياري فيه وقال لحكام الهيكل بيقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم أي بحكمكم بوجودكم بسيطرتكم جعلتموه مغارة لصوص مغارة لصوص وما أصعب أن يتحول بيت الرب من بيت للعبادة من بيت للصلاة إلى مغارة للصوص ماذا يقول الكتاب؟ قال فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنعها والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصنع لابن داود ماذا يقول الكتاب؟ غضبوا غضبوا هذول غاضبين لأنه يسوع عم يتمجد ولانه يسوع دخل بمجده هن راح مركزهم، راح مكانتهم، لانه يسوع جاء الى بيته بيتي يقول بيتي بيت الصلاه يدعى اذا هذا هو بيت الرب هو الله المتجسد وهم من اخذوا هذا البيت مغاره لصوص وحولوه الى هذه المغاره، ولكن بيت الرب يجب ان يبقى بيت الصلاه. بيت التسبيح بيت العبادة بيت خدمة الآخرين بيت خدمة المحتاجين بين شفاء المرضى والعمى والعرج وكل المحتاجين لهم شفاء ومنع كل ظلم وكل غش في بيت الرب هؤلاء تعطلت مصالحهم وبيقول وساءهم الأمر فغضبوا وجوا على يسوع بيقولوا له سكت هؤلاء شو قال لهم قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ هلا وقت التسبيح وقت العبادة مش بس هني هني رح يسبحوا لهم هذه الكلمات أما قرأتم أما قرأتم من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا إذا هني كانوا غاضبين ولكن كانوا بغير حق وهم من صنفهم من أعداء يسوع أعداء يسوع آه اللي بدي أقوله اليوم مش انه اذا واحد صار رجل دين معناته هو بيخدم الله يا ما في رجال دين هم اعداء يسوع يا ما في رجال دين اعداء يسوع اذا الانسان ما بيحط نفسه بخدمه الله بالحق خدمه المحبه خدمه التضحيه خدمه العطاء خدمه تسهيل عمل الله ومباركه عمل الله الكهنه والكتبه والفريسيين هدول يعني كلهم هدول صاروا اعداء وصاروا يقاوموا يسوع وحاولوا يعملوا ضد يسوع وهن كانوا مسؤولين عن بيت الله وعن الخدمه في بيت الله لكن لكن الكتاب يعني يشبههم باللصوص الذي اخذ ما لا يحق له واخذ الموقف انه هذا له هذا حقه المجموعه السابعه المجموعة السابعة هي مجموعة الأولاد الفرحين المسبحين وهيك نحن اليوم شفنا الأولاد فرحانين والأولاد رافعين صعوف النخل ماشي مع الكبار الكبار رفعوا الصعوف والصغار رفعوها وكلنا كلنا قلنا حق نرفعها ماشي وأنا بدي إياها مرة تانية كلنا نرفع الصعوف هيك ونهتف لمجد الرب كبارا وصغارا لكن اسمعوا ماذا يقول الكتاب قال الأولاد كانوا داخل الهيكل يصرخون ويقولون أصن في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وكانوا عم يرنموا مثل الترنيم اللي كنا عم نرنمها أصن أصن في الأعالي عم يهتفوا مين اللي انزعج انزعج الكهنة ورجال الدين وقالوا للرب يسوع سكت هؤلاء سكتهم لكن قال لهم ما أجمل أن يصعد الهتاف من صوت الأطفال من صوت الأولاد وهي عم تبتهج بالرب بالإله الحقيقي وأنا بدي لكم المرات كثيرة نحن الكبار لما بنكون مرات يعني منهتف عن مرات بالحق ومرات نهتف هيك بالهتاف المزيف لكن الأولاد ما بيقدروا يهتفوا هتاف مزيف مجرد ما الولد رفع الراية وبلش يهتف وصنف الأعالي بيقصدها فعلا الولد بيمشي بالحق وهؤلاء الناس المرنمين والمسبحين هم مسبحين بالحق ورفعوا الهتاف وكان الهتاف يعلو وأنا اليوم بدي شجعكم حتى تعلموا أولادكم كيف يعبدوا الله كيف يحبوا الله بيقول علم ابنك الطريق الصحيح علموا كيف يحب الرب لمن بتروح للكنيسة خذوا معك خليه يحب الله، خليه يصلي، خليه يعبد الله، خليه يفرح بالله، بأ خليه يبتهج بالله. بأ لأنه هو بيبتهج بالحق، يبتهج ابتهاجاً بالحق، وبيقول الكتاب قال ولما يعني رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنعا يعني من شفاء مرضى، من شفاء عمي من العرج كل المرضى اللي كانوا موجودين يسوع شفاهم هذا غازهم بزياده ومش بس هيك غازهم اكثر انه بعدن الاولاد عم بيصروا عم بيهتفوا بصراخ وصلنا في الاعالي قال لمن لمن سمعوا كل هذه الامور قال قالوا له اتسمع ما يقول هؤلاء يعني عم تسمعهم شو عم بيهتفوا لك شو عم بيقولوا لك قال لهم يسوع نعم اما قراتم من افواه الاطفال والرضع هيأت تسبيحا ما أجمل أن التسبيح يصعد من الكل كبارا وصغارا أطفال ورضع ونحن اليوم كان معنا أطفال صغار محمولين واحد حاملهم وماشي فيهم أطفال بيسبحوا اسم الله هؤلاء الأطفال بكل فرح يسيرون بفرح أمام الرب لكن من يقودهم في هذا لازم الأهل يدربوهم ويعلموهم حتى وهنا المجموعة الثامنة المجموعة ليس فقط الأولاد اللي بيمشوا لحالهم مجموعة الأطفال والرضع هل الأطفال والرضع يسبحون الله؟ جاوبوني نعم نعم الأطفال والرضع يسبحون الله لأن هذا التسبيح يدخل في القلب يدخل في الأعماق يدخل في الأحشاء ولذلك استطاع هؤلاء الاطفال والرضع يسبحون الله ويهتفون مع اهلهم ومع اقربائهم ومع احبائهم ان يقولوا اصن في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب في اطفال مش قادرين يحكوا بعد ما ما بداوا بالكلام لكن بنغمات اللي بتطلع منهم بالاصوات الغير مفهومه اللي صاحب منهم هذا يعني يسبحون الله ويعظمون الله. وهنا نرى الجميع كبارا وصغارا اطفالا واولاد ورضع وكل هؤلاء يسبحون الله مجموعات مجموعات مجموعات. وانا اليوم اريد ان اوجه رسالتي الى كل واحد منكم. انا بدي اسال كل واحد منكم اليوم انت من اي مجموعه؟ هل من المجموعه المواليه؟ أو من المجموعات المعارضة. هل من المجموعة المسبحة والتي ترفع التسبيح والحمد للرب أو من المجموعة المحتجة والغاضبة؟ المجموعة اللي زعلانة على مصالحها أو من أي مجموعة؟ من أي نوع؟ من أي نوع من المجموعات؟ كل واحد منكم اسأل نفسك. أنا رح أختم بهذا. خليني أروح معكم إلى سفر يشوع يشوع 24 عدد 15 و 16 يشوع بيقول لهم لشعب اسرائيل هالكلمات يشوع اصحاح 24 وعدد 15 عدد 15 بيقول لنا هالكلمات ان ساء في اعينكم ان تعبدوا الرب فاختاروا لانفسكم اليوم من تعبدون إن كان الآلهة الذين عبدهم آباءكم الذين في عبر النهر وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم وأما أنا وبيتي فنعبد الرب خيرهم لك راجعوا الآيات شوفوا الكلمات هذه إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا اختاروا إذا بدكم إياه إذا بدكن تعبدوه، إذا بدكن تحبوه، إذا ما بدكن تحررين، اختاروا اللي بدكن إياه. يعني. وبيقولن هالكلمات أن تعبدوا الرب أو إذا بدكن تعبدوا الآلهة اللي عبدها آبائكم عبر النهر، يعني في أور الكلدانيين. لأنه هونيك عبدوا الأصنام. عبدوا الآلهة، آلهة الأصنام. لكن عم بيقولن أنا إلهي هو الإله الحي، هو رب السماء والأرض. أو إذا بدكن تعبدوا آلهة الأموريين اللي أنتم ساكنين بيناتهم. عباد اللي بدكم اياه يعني. اختاروا لانفسكم من تختارون اما انا وبيتي فنعبد الرب اما انا وبيتي فنعبد الرب كم واحد اليوم بده يكون شعاره هذه الكلمات اما انا وبيتي فنعبد الرب يا شعارك اليوم ولكن شوفوا شو جاوبوه فاجاب الشعب وقالوا حاشا ان نترك الرب لنعبد الهه اخرى وانت اقول معهم نفس الكلمات قول هذه الكلمات اعجاب الشعب وقالوا حاشا لنا ان نترك الرب لنعبد آلهة اخرى نحن بدنا نعبد الرب وانا اليوم هدفي لكم حتى لما حكيت عن هذه المجموعات حتى تكون انت من المجموعة اللي بتعبد الرب امين من المجموعة اللي بتسبح الله من المجموعة المقربة الى قلب الله حتى يكونوا أطفالكم الردع الأطفال الردع هن اللي بيسبحوا الله لأنه مع الأهل عم يعبدوا الله أما أنا وبيتي فنعبد الرب شعارنا بدنا نرفع شعار هذه السنة ونقول له يا رب أنا وبيتي بدنا نعبدك بدنا نحبك رحبنا فيك الآن أنت الملك القادم املك على قلبي وعلى حياتي دعونا جميعا نحن رؤوسنا بالصلاه دعونا جميعا نسقم قلوبنا امام الله بالصلاه. قل له يا رب انا اخترتك انت حتى اعبدك. اخترتك انت حتى تكون رب على حياتي. اخترتك انت حتى تكون سيد على حياتي. ارحب بقدومك يا سيد الرب. يا رب انت اللي دخلت مدينه اورشليم ادخل الى قلبي. أكون ملك على عرش حياتي يا سيد الرب بكل فرح وبكل هتاف نرفع أغصان الأشجار وسعف النخل ونقول أهلا وسهلا بالملك القادم أهلا وسهلا بملك الملوك ورب الأرباب أهلا وسهلا بالمخلص الحبيب الذي يملك على قلوبنا ويملك على بيوتنا ويملك على حياتنا ويملك على مجتمعاتنا ويملك على بلادنا انت ملك في كل مكان يا سيد الرب سعدنا حتى نقول مع عبدك يشوع في القديم اما انا وبيتي فنعبد الرب اما انا وبيتي فنعبد الرب يا رب سعدنا حتى نعبدك من كل قلوبنا ارجوك انك تتمجد في حياتنا وتبارك كلمتك لنفوسنا ليس لنا يا سيد الرب ليس لنا بل لاسمك نعطي كل المجد من الان والى الابد امين امين